عقيل عن درجة الحرارة المرتفعة اليوم في الدمام وفي الأحساء، وأيضا شعرنا بها نحن في الرياض دون شك، وكم ستستمر، إضافة إلى أنه لدينا بعض مناطق المملكة تشهد عواصف رملية منذ سنوات. ما الذي استجد في هذا الأمر؟ حياك الله أبو محمد، مساء الخير. بالفعل اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة وذروة الحالة الموجة الحارة التي تؤثر على مناطق المملكة بالذات المنطقة الشرقية، وهذا السوق واقف أمامنا مباشرة، وقربنا إلى مطعم دنيش من الدنوش، يعني سمعنا عن المطعم هذا فقمنا كتبت يعني مطعم شعبي، فطور شعبي بحريني، فكان أول المطاعم اللي طلعت لي في الشارع اللي على اليمين هذا. ايش الشارع هذا كذا مكسر؟ مكسر جدا الشارع هذا. جسمين كافيه، هذا جسمين كافيه أبو اللوحة الحمراء. وصلنا، هذا هو وهذا مطعم بابا والي الأفغاني، وهذا مطعم أموش للأكلات الشعبية. الساعة تقريبا 9 صباحا اليوم جمعة، لذلك يعني ما ندري فاتح مسكر، نشوف إن شاء الله. والله كريم. السلام عليكم، كيف حالك؟ تيب إن شاء الله، الله يعطيك العافية. ايش عندكم فطور بارك الله فيك؟ هذا باركود؟ ايه مسكن. لا ما نبغى، احنا مشهورين فيه انتم. شوف الشيء افضل من افضل. لا نبغى مشكل يعني فطوركم. وجبه مشكله؟ ايه. في وجبه واحده تكون فيها سكرامبل ايك وايك توميتو. ايه. يعني شكشوكه والبيض المخلوط. ايه. ونوع اجبان والمربى والعسل والزيتون. يكون فيها مقليات. البلاليط فيه؟ بلاليط فيه موجود بس بروحه. طيب جيب واحد بلاليط. أضيفه وياه. إيه. أسوي الوجبة واحد بلاليط. إيه. وشنو المشروب عندكم؟ شاي. كرك موجود، شاي بعد موجود. كرك؟ كرك ولا شاي؟ ها؟ شو رأيك؟ كرك ولا شاي؟ بعد داخل جينتو في زعفران روزمري. شنو الزعفران؟ شاي بس؟ لا مو شاي، عصير زعفران. ها؟ عصير زعفران. لا خلينا على الكرك. تمام، 2 كرك. اي 2 كرك والوجبه وبراليط. اي نعم. فوق البراليط بيض. اي الله يعطيك العافيه. وهذا مطعم اموش، مطعم شعب. والله هم شكلهم بيغيرون اسمه من اموش الى مطعم شخابيط، يعني مخلين الجدار مثل ما تشوفون، توقيعات، كلها توقيعات. لا ترى عندهم بعد الخدمة يعني موجودة، يجيبون لك أقلام عشان تخربش على الجدار. المكتب اللي بخاطرنا فيه ما خلوا مكان، ما في مكان، كله صار شخابيط. طيب الله يعطيك العافية، شكرا لك. المفروض كان كتبت قناة عادل اليامي. أي نعم، المفروض كان كتبت اسم القناة بس ما تهيأني، جاتني الفكرة بعدين بس ملحوقة. هذاك علم الكويت، هذا علم الكويت. وهذا باركود المطعم.
اللي بيمسح يشوف ايش عندهم اكل، تبغى تحط جوالك على الباركود يطلع لك المنيو تبع المطعم تبعه. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله يعطيك العافية. وهذا فطورهم، كل شيء واضح ما شاء الله. وهذا الخبز وصلنا على حبتين بس الله يعافيك شوي تكون مقرمش. اي وغيرنا راينا، اعطينا القلم الله يعافيك نبي نسوي شخابيط ان شاء الله. خليني اجيب القلم. وهذه البراريك شعريه عليها بيض مقلي. العافيه علينا على من يشاهدنا على فطورهم كويس، يعني صحون صغيره الحمد لله. وجاب لنا الأقلام مرة ثانية، زادهم لونين. الحين بقوم أسوي خريطة داخل المطعم، برسل لهم خريطة. هذا الكرك ها، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هذا الكرك بسم الله الرحمن الرحيم. زيت زيتون، انا صراحة لحد الان ما ذقت شيء غير هذي، لاقت لي صراحة. ايوه شيل اللي تحت، شيل اللي تحت بس. ايوه شيل اللي تحت. يعطيك العافية. الله يعافيك. قلنا له مقرمش، نبي مقرمش. هذا مقرمش ما شاء الله تبارك الله. حط على الفول هنا. كان لزيادة حطيت. لا حط الباقي تحت مو مشكلة. أيوه بارك الله فيك. يعطيك العافية. وهذا الجيمر. جيمر ما شاء الله خوش جيمر. أي والله. ويا المربى. وإذا تبي جيمر ويا العسل، هذا جيمر ويا عسل. حقيقة يستاهل 10/10. كل شيء عندهم مضبوط. القشطة، البيض، الشعيرية،
المربى كل شيء يعني مختارينه بعناية. هذا مربى توت أنا ما جربت لحد الفول فاصوليا جبن المقليات هذه ما جربتها. الخبز والحليب طلب يستحق التجربة صراحة، ويستحق انك يعني اذا سارت جاية البحرين وكنت جوعان او ما افطرت انك تمر عليهم تعتبر بيتك الثاني وتفطر فيه. اي نعم. هذه قاعد تاكل فيها حسباني قشطه، يوم اكلت من هذه طلعت قشطه وهذه طلعت لبنه، حط عليها انا مربى ويضيع طعم اللبنه. يعني ضروري يبدلون اسمه من ناموس الى ناموس شخابيط. هذا الدور الثالث وكله نفس الحكايه شخابيط مثل ما تشاهدون، الجدار شخبط شخابيط شخابيط. وهذا المخبز هذا يا الجيمان من عندكم؟ ايه فريد. الله يعطيك الصحة والعافية. بس ما خلاص الحين كل سويت سوي لنا اياها سفري. جرب انت ما نحكم واصل والله الحين كلش يعني حارة الحين يعني فرش. اي والله فرش حارة بسم الله ما شاء الله. 10/10 صراحة اعطيتكم تقييم 10/10. اي عليك بالعافية الله يعافيك. وها مخبز التنور يعني هذه البلاليط بالبيض اصلها كويتي ولا بحريني ولا بحرين يعني من البحرين راحت الكويت؟ كنت جاي القمنيني لهني ومنيني لهني. ايه ما عندك فكره. الله يعطيك العافيه. وهذا سعر فطوره 9 دينار و 170 فلس مطعم اموش سمى الله يعافيك. طيب الله يغنيك. الله يسلمك. وكانت تجربه جيده حقيقه في مطعم اموش. اموش اموش اسم غريب ما عرفت ايش المعنى، ايش معنى اموش. وإلى مول المراسي جاليري. وهذا مطعم ريف اليمن. ريف اليمن ومطعم الرومانسية شهير عندنا. مطعم الرومانسية بعد فاتح فرع هنا قريب من مطعم أموش. هذا هو فرع الرومانسية. أوه بجوار مطعم الأبراج. الأبراج هذا كان دائما نجي في البحرين. هذا مطعم الأبراج. اي والله الرومانسية فاتح له فرع كبير ما شاء الله هنا في طريق سوق واقف. وهذه هنا منطقة مطار البحرين، على اليسار منه مطار البحرين الدولي. البحرين طبعا ما فيها الا مطار واحد، وهو مطار واحد يعني دولي، ما فيها مطار محلي ولا مطار دولي، مطار واحد دولي لانه البحرين كلها صغيرة يعني. هذا صوت طيارة، هذه الطيارة نازلة، هذه الطيارة نازلة المطار، طيارة تبع دي اتش ال. هذا المطار على حظنا صادفتنا الطيارة قسم الشحن. باقي 7 دقائق إلى مرسى جاليري مول.
اليمين منا جزر امواج وديار محرق وقلالي منطقة قلالي وسوق الاسماك عندنا مراسي البحرين قربنا على مول مرسى جاليري قريب من منطقة السوق الصيني سوق التنين والسوق التايلندي كلها قريبة هذه اعتقد قلالي منطقة قلالي بوابة جسر الملك فهد من البحرين إلى السعودية هذه البوابة اللي طالع من البحرين السعودية في بوابتين لكن في البحرين بوابة واحدة بس رسوم 25 ريال أو دينارين ونص